السلام عليكم. وهذا سائل يسأل عن العمرة ليلة 27 من رمضان، هل لها مزية؟ لم يرد في تخصيص ليلة 27 بالعمرة دليل، وإنما اجتهاد من الناس، لأنها هي التي يتحرى فيها ليلة القدر، يتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها. وبعض الناس يقول بجيب العمرة في ليلة القدر يكون هذا أفضل، وهذا لا بأس. إن أراد يعتمر بأول رمضان أو في وسطه أو في آخره كله لا بأس. أما تخصيصه يقول إنه في ليلة 27 ولا يعتمر بغير ليلة 27، هذا لا دليل عليه. ثم أيضا ليلة 27 أصبح الخطر فيها شديدا، الزحام الكثير والشاق، حتى إن بعضهم يخلع الإحرام ويهرب من مكة ويترك العمرة بسبب الزحام والخوف من الخطر، خصوصا إذا كان معه نساء ولا أطفال. كثير منهم يخلعون الإحرام ويرجعون، ثم يسألون بعدين حنا فعلنا كذا وكذا. طيب اللي حدكم على أنكم تروحون بهالليلة هذه؟ ما هو، لماذا لم تروحوا في أول الشهر في وقت السعة أو في أول العشر أو في وسط رمضان؟ فأنتم الذين فعلتم هذا الذي لا أصل له، ثم إذا تصرفتم هذا التصرف السيء. نعم.